وفي القاهرة في لحظة مفاجأة للجميع احتفلت نجمة ستار أكاديمي الجزائرية سهيلة بن نشهب بعيد ميلادها مؤخرا بحضور والدتها وعدد من أصدقائها. وخلال الحفل الملحن محمد الفخراني وعلى طريقة الأفلام الأجنبية طلب إيديها قدام الكل. عن تفاصيل الارتباط ده كان لقائنا مع سهيلة والفخراني. كلمنا فخراني وسهيلة عن بداية العلاقة ما بينهم. يعني احنا نعرف بعض من فترة طويلة جدا يعني، وبس كنا بنتكلم والموضوع يعني خد سكة تانية كده تطور، وبس انا بقى استنى فرصة تكون كويسة كده ان انا يعني ايه فاهم ابدأ كده في الخطوة الرسمية دي بشكل كده يكون رومانسي يعني وظريف وكده. مش لايقة عليه. فخراني عمل مفاجأة لسهيلة وقدم لها خاتم الخطوبة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها. أنا مرتب وعملت خطتي وكله تمام. طبعاً من غير ما. ما كنتش قايل لحد يعني ولا حتى أصحابي يعني، حتى أصحابي اللي كانوا جايين وهم جايين عيد ميلاد سهيلة عادي جداً ولا في دماغهم أي حاجة. كان طلع لي إنه شخص يعني عفوي بزاف، دي حاجة نحبها فيه. وانه مش رومانسي لهذه الدرجه يعني فاجأني اليوم العيد ميلاد تاعي. فخراني وسهيلة لسه ما اعلنوش عن ميعاد محدد لخطوبتهم لاني هتفاجئت باللي انا عملته ده يعني. لازم يعمل حفله على الاصول في الجزائر. فهي بقى المفروض ان انا يعني ان شاء الله الفتره الجايه هروح بقى عندهم يعني لحد بيتها بقى زي ما بيقولوا كده. كلمتنا سهيلة عن فكرة الفوتو سيشن الجديد اللي ظهرت فيه بشخصية سنو وايت. كانت فكرة جديدة، ما نحبش نكون نقلد الناس، نحب نطلع بحاجة لوحدي. فالناس كامل حتى هو شافها من قبل، هو أول شخص شافها من بعد ماما طبعا، أيدني أنه نكمل في هذه الفكرة وعملت جلسة تصوير ثانية إن شاء الله مع الأيام راح تزيدوا تشوفوها. وكشفوا لنا كمان عن جددهم. نشتغل على ديو اكيد يعني ده لازم كل الناس مطالبينه يعني فلازم نعمله. انا عندي اغنيه جزائريه، فريق العمل مش سامح لي اني نحكي وقتاش تنزل، لكن ناكد للمره الالف انها الاغنيه جزائريه. راي انا بشتغل على اغنيه برضو هتنزل قريب ان شاء الله. التلحين في يعني اقرب حاجه انا نازلها ليها حاجات في البوم رنا سماحه، وعامل لها اغنيتين في المسلسل اللي هي بتمثله ده بتاع افراح ابليس الجزء الثاني، هما الاغاني بتاعت المسلسل.